النقطة الدالة السابعة، الإمام يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. هذه النقطة الدالة السابعة، العلامة المضيئة السابعة من علامات السير في الطريق المهدوي. يمكننا أن نتفحص في الواقع الشيعي عن الجهة التي تطبق هذا المضمون. قطعا ستجدون العديد من الجهات تكثر من قراءة أدعية الفرج، لكن الإمام لا يقصد هذا. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، هذا أمر من الإمام، من أننا نكثر الدعاء بتعجيل الفرج، والإمام يقول: فإن ذلك فرجكم. الإمام لا يريد منا أن نقرأ أدعية الفرج. هذا لا يعني أن قراءة أدعية الفرج ليس أمرا مهما، لكن الإمام يطالبنا بالعمل. ثقافة العترة الطاهرة هكذا علمتنا، من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار، فلا يمكن أن الإمام الحجة في رسالة مهمة كهذه الرسالة، والتي ستبقى خارطة طريق للشيعة عبر الأجيال وعبر القرون، يريد منا أن نلقلق بألسنتنا فقط. القرينة على ذلك في آخر الرسالة ماذا قال؟ وهو يسلم على الشيعة وعلى من اتبع الهدى. اتباع الهدى يحتاج إلى عمل، اتباع، الاتباع عمل، الاتباع ما هو بلقلقة لسان وترديد ألفاظ، قراءة الأدعية وترديد ألفاظها أمر مشروع مندوب وقد يكون واجبا في بعض الأحيان، وهو أمر ضروري لتصفية القلوب وتنقية النفوس، لكن هذا يبقى بحدوده، ولا قيمة للأدعية هذه من دون عمل. فإن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار، الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتار. حينما يكون القوس بلا وتار لن يستطيع الرامي أن يرمي سهما واحدا. أصلا لا نستطيع أن نتخيل أن عاقلا يمسك بقوس من دون وتار ويريد أن يطلق منه سهما، لن تجد عاقلا يفعل هذا. وهذا يعني أن الذي يفهم الرسالة بقراءة الأدعية فقط ما هو بعاقل. الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتار، لن تجد عاقلا في الدنيا يمسك بقوس من دون وتار كي يطلق منه سهما، سيضحك عليه الآخرون وسيصبح مسخرة. نحن مسخرة، نحن مضحكة، يضحكون علينا أصحاب العمائم الأغبياء من آيات الله العظمى
هؤلاء الثلان منذ سنة 448 للهجرة يضحكون علينا حين أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. منذ ذلك اليوم يضحكون علينا وصنعوا من أجدادنا وآبائنا مسخرة ومضحكة. لقد ضحكوا على الأجيال السابقة ولا زالوا يضحكون عليها إلى يومنا هذا من دون حياء، حتى لو عرفوا الحقيقة سيستمرون على هذا الحال. وهذا هو الذي نتلمسه في النجف وفي كربلاء في كل ساعة من ساعاتنا هذه. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم، فرجنا حينما نعمل لا حينما نلقلق بألسنتنا. لقلقة الألسنة لن تكون نافعة من دون عمل. وحينما يخبرنا أئمتنا من أن الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر، فإنهم يخبروننا من أن العمل لابد أن يكون من جنس الدعاء، من سلخ الدعاء. فحينما يدعو المريض بالشفاء لابد أن يتحرك باتجاه الطبيب، باتجاه الدواء، باتجاه العلاج، باتجاه الوقاية من بعض الأمور التي تؤدي إلى استمرار مرضه. فلا بد من عمل، حينئذ نحتاج إلى الدعاء. سيكون الدعاء مهما مع العمل. الدعاء فشل ولا قيمة له من دون العمل. فإصرار الإمام الحجة علينا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، ثم بعد ذلك يقول فإن ذلك فرجكم، ثم يختم الرسالة بأن يسلم على الذين يتبعون الهدى، إنه يدفعنا إلى العمل. ولا بد أن يكون العمل من سنخ الدعاء، أن يكون العمل في جهة تعجيل الفرج، إنه التمهيد لمشروع إمام زماننا. وأول شيء في التمهيد، أول شيء في التمهيد المعرفة. أعرف إمامك، إنه البرنامج الذهبي، البرنامج الذهبي. رجاء اعرضوا لنا البرنامج الذهبي، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. حدثتكم عن عمائم النجف، وأريد أن أشير إلى عمائم كربلاء. محمد الشيرازي
إنه الغاطس في الفكر القطبي والذي أسس منظمة العمل الإسلامي التي هي غاطسة في الفكر القطبي، مثلما حزب الدعوة غاطس في الفكر القطبي. ها هو يطلب من الخطباء أن يعرضوا فكر سيد قطب على المنابر الحسينية يوميا بعد أن يحفظوا قذارات سيد قطب. يطلب منهم أن يعرضوا القذارة القطبية والخراء القطبية يتقيؤون به كي يملأوا رؤوس الشيعة، وهذا ما فعله وكلاؤه وخطباؤه ومنظمته، منظمة العمل الإسلامي. رجاء اعرضوا لنا حديثه عن سيد قطب. تلقائيا يستقيمون. شوف القرآن العظيم مش كثر فيه التخويف. اكو كتابان كلاهما جميلان من اجمل الكتب في الحقيقة، واني اوصي الاصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الاول اسمه مشاهد القيامة في القرآن. هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاة، وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن عليا عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. شو خصني أنا من اللي قال؟ يعني يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح. مشاهد القيامة في القرآن. الكتاب الثاني مواعظ البحار، بحار الأنوار، فالمجلد له اسمه المواعظ. في المجلد القديم جلد، هسه لعله في المجلد الحديث 4-5 أجزاء. هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه، مواعظ الله لموسى، لعيسى، لإبراهيم، لنبي الإسلام، مواعظ نبي الإسلام، مواعظ علي، مواعظ الحسن، مواعظ فاطمة. يذكر مواعظ الله وأولياءه للناس أو للأنبياء، تسمى بمواعظ البحار. الواقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حفظا، لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر. أحيانا لاحظوا، وأنا لاحظت هذا الشيء، أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم أتي بقصة الموت، وإذا كلهم يسكتون ويسنتون، لأن كل إنسان يخاف الموت وكل إنسان يخاف القبر وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة وكل إنسان يخاف النار وكل إنسان يخاف الفضيحة وكل إنسان يخاف سوء العاقبة. فإذا ذكرت هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس، من الطبيعي أن قلبهم يلين، وإذا لان قلبهم القلب اللين مبعث كل خير. قلت له زكي يزكي، صلي يصلي، كن إنسانا طيبا يكون إنسانا طيبا، تحجب يا أيتها الفتاة تتحجب، وإلى آخر المواضيع. وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء. وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر، وإذا أشوف الناس في حالة رهبة وخوف واضح، إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة، فلو مناسبة صغيرة، لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب. يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب، كتاب جميل جدا واقع، مشاهد القيامة في القرآن، طلعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب، أظن أو محمد قطب أحدهما.
فمشاهد القيامة في القرآن إذا لاحظوا القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة أكو فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب يعني شنو؟ المتقين يعني شنو أصلا؟ متقي يعني يتقي، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب. آية أخرى آية أخرى آية أخرى في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات، يحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحقيقة الخشية والخوف مبعث كل خير، بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس. صاحب الأمر يقول: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وهذا نائبه، نائب صاحب الزمان كما يدعون، هذا الإمام المجدد سلطان المؤلفين، هذا يوجه الخطباء إلى أن يحفظوا كتابة مشاهد القيامة، هذا الكتاب لسيد قطب، وألفه أيام كان ماسونيا قبل أن يتوجه توجها إسلاميا. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث كي تطلعوا على هذه التفاصيل بنحو أكثر. يقول: لأن عليا قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. هذا يا أيها الإمام المجدد ليس في الدين وإنما في الحكمة الدنيوية، فإننا نأخذ الحكمة الدنيوية من أي أحد، أما الدين فإننا لا نأخذه إلا من علي، هكذا بايعنا في بيعة الغدير. أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، إذا أخذ من غيرهم فإنه لن يكون من محمد وآل محمد. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. آل محمد قالوا هذا، انظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال، ولكن هذا في الأمور الدنيوية وليس في الدين. أي دين هذا يؤخذ من غير محمد وآل محمد؟ ولكن هؤلاء ناقضون لبيعة الغدير. دائما أقول لكم مراجع النجف وكربلاء ناقضون لبيعة الغدير، هؤلاء طوسيون، وهذه المصادق الحقيقية أمامكم وبين أيديكم. التمهيد هو أن ننظف عقول الشيعة من قذارات هؤلاء المراجع، هذا هو التمهيد. لأن إمام زماننا كما في الأحاديث من أوائل الأمور التي يفعلها أن يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع بها عقولهم، كي ينظف عقولهم من قذارات رجال الدين المسيحي بالنسبة للمسيحيين، ومن قذارات رجال الدين اليهودي بالنسبة لليهود، ومن قذارات رجال الدين السنة بالنسبة للسنة وأتباعهم، ومن القذارات الأوسخ والأقذر من قذارات رجال الدين الشيعة، لأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، فهم الأقذر وهم الأوسخ، أقذر من رجال الدين السنة، وأقذر من رجال الدين المسيحيين، وأقذر من رجال الدين اليهود. إنهم مراجع النجف وكربلاء، هذا منطق العترة الطاهرة، ما هو منطقي؟ وهؤلاء هم
يجمعون القذارات والمزابل لكم ويأمرون الحمير من خطبائهم وطلابهم كي يتقيأوا بذلك الخراء وبتلك القذارات في عقولكم. ما هو هكذا يقول للخطباء أن يحفظوا حديث سيد قطب وبعد ذلك يتلونه عليكم في كل يوم على منابرهم. هذا هو منطقه، هذا ما هو حديثي ولا هو بحديث خالتي، هذا حديث الإمام المجدد محمد الشيرازي. الكلام هو هو الذي مر علينا بخصوص محمد باقر الصدر. الحكاية هي الحكاية، والقوم هم القوم، والقذارة هي القذارة، والفشل هو الفشل. نذهب إلى فاصل. عرضت لكم أهم النقاط الدالة وأهم العلامات المضيئة في التوقيع الشريف. كنت راغبا أن أتحدث في تفصيل أكثر فيما يرتبط بالعلامة السابعة في الحديث عن التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، لكن الوقت يجري سريعا، لذا سألخص لكم المطالب في ما تم عرضه على هذه الشاشة من ميثاق عمل مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. فهذا الميثاق على وجازته لخص لكم كل المضامين. رجاء اعرضوا لنا هذا الميثاق. يا زهراء، إلى الزهرائيين المهدويين المنتظرين بصدق فقط، سلام عليكم. تحت هذا العنوان غدير الحقائق وحقائق الغدير، تعلن مؤسسة القمر للثقافة والإعلام ميثاق عملها وفقاً للحكمة اليمانية وبصراحة واضحة من أننا أولاً نبايع البيعتين، ثانياً نتبرأ البراءتين، ثالثاً ننتصر للظلامتين، رابعاً نتمسك بالمصدرين، خامساً نعمل بالجناحين، سادساً نخدم الخدمتين، سابعا نرفض الجهتين. توضيحات: البيعتان، الأولى بيعة الغدير الأول، بيعة أمير المؤمنين، والثانية بيعة الغدير الثاني، بيعة قائم آل محمد. البراءتان: الأولى براءة من سقيفة بني ساعدة التي عقدوها سنة 11 للهجرة بعد قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وآله تسميما، وإنكارهم لبيعة الغدير الأول نظريا وعمليا بالكامل. والثانية براءة من سقيفة بني طوسي والتي عقدت حين أسس محمد بن الحسن الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة، ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، حيث أظهروا الإيمان ببيعة الغدير الأول نظريا بنحو ناقص مع تدليس وتضليل،
ونقضوها عمليا بالكامل، واستبدلوها بمنهج سقيفة بني ساعدة مع تحريف وتجهيل وتثويل لإخفاء ما قاموا به. وبهذا انتفت بيعة الغدير الثاني أساسا، ليتحول التشيع من تشيع لقائم آل محمد إلى تشيع للمراجع الطوسيين البتريين. والواقع الشيعي شاهد بكله على ذلك ماضيا وحاضرا منذ أول لحظة لتأسيس حوزة النجف. الظلامتان: الأولى ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني ساعدة، حيث أحرقوا منزلها وقتلوها تعذيبا، قتلوا شخصها وجنينها. وثانية ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني طوسي، حيث أحرقوا منزلتها وقتلوا شخصيتها حين أنكروا إمامتها وقيمومتها على الدين وأهل الدين، وأنكروا جريمة قتلها وقللوا من ظلامتها إلى أقصى ما يستطيعون، وبرأوا قتلتها بنحو مباشر وغير مباشر. المصدران: الأول قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، المفسر وفقا للمنهج العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين. والثاني حديثهم المفهم وفقا لقواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين أيضا. الجناحان: الأول العمل بالتعليم والتثقيف في الوسط الشيعي الزهرائي المهدوي بكل ما نتمكن، والثاني الإعلام والتبليغ والبيان بقدر ما نستطيع. ومن هنا كان عنوان مؤسستنا مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. الخدمتان: الأولى الخدمة المادية ماليا جسديا إلى كل ما يصدق عليه عنوان الخدمة المادية، والثانية الخدمة المعنوية ابتداء من الدعاء وانتهاء بكل ما يمكن أن يصدق عليه هذا العنوان. الجهتان: الأولى المرجعية الشيعية الطوسية الأصولية المرجئية البترية، والثانية الأحزاب الشيعية الدينية السياسية القطبية المرجئية البترية. هاتان الجهتان هما أفسد الجهات في الواقع الشيعي دينيا ودنيويا، ومن هنا وجب علينا أن نرفضهما وأن نقاطعهما بالكامل. هذا هو ملخص ميثاق عملنا، نشهد عليه إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، وجه الله الذي إليه نتوجه، ولا نشهد أحدا غيره، إذ لا نبالي بأي أحد إلا هو. صلوات وسلام على فنائه الأقدس. وعلى هذا عقدنا عزمنا ونياتنا ورفعنا رايتنا الرمزية الزهرائية البيضاء التي يزينها اسم أمير المؤمنين صلوات الله وتحياته وبركاته وسلامه عليه، الذي هو زينة ديننا وعقيدتنا وزينة صلاتنا وصيامنا وكل عباداتنا وزينة قلوبنا وحياتنا،
الذي حبه عنوان صحائف أعمالنا في الدنيا والآخرة. وختاما، لا نبالي أرضي الآخرون عن ميثاق عملنا هذا أم لم يرضوا، تلك مشكلتهم، ما هي مشكلتنا؟ فليذهبوا إلى الجحيم. مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، 18 من ذي الحجة سنة 1443 للهجرة. زهرائيون نحن، والهوى زهرائي. هذا الميثاق يلخص الكلام المتقدم وما تفرع من حديثي عن النقاط الدالة والمضيئة. وقت الحلقة انتهى، لكنني بشكل سريع أقول، إذا دققتم النظر في هذا الميثاق فإنكم ستلمحون فيه شيئين واضحين. الشيء الأول، ليس هناك من جهة في العالم الشيعي، لا فيما سبق ولا الآن، عقيدتها بهذا التفصيل وبهذا البيان وبهذا الوضوح. ابحثوا، لن تجدوا هذه المصطلحات ولن تجدوا هذا التفصيل الموجز عن هذه العقيدة المركزة الواضحة. هذا أولا. وثانيا، البيان واضح كوضوح الشمس بغض النظر هل نحن على هدى أم على ضلال، لكن هناك شيئان واضحان في هذا الميثاق، بل في كل أحاديثي. الشيء الأول، هذا الميثاق وحتى أحاديثي لن تجد من يؤمن بكل هذه التفاصيل في الواقع الشيعي إلا في هذه الجهة. والشيء الثاني، الوضوح، السطوع، أمر أبين من الشمس. النقطة الثالثة تعود إليكم، هل هذا هو الحق أم هو الباطل؟ إذا كان هو الحق وجب عليكم أن تكونوا عليه، وإذا كان هو الباطل حينئذ فارفضوه. دققوا النظر في التفاصيل التي مرت وفي العلائم التي ذكرت من خلال رسالة إسحاق بن يعقوب. نلتقي غدا في موضوع جديد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.